رجعنا سريعا ونبتدي معاكم حلقتنا بتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه. هنبتدي من الاهرام اللي قالت ان امير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين في النادي الاهلي عمل مجهود كبير جدا عشان ينهي ازمه البطاقه الدوليه لثنائي الفريق الجديد رمضان صبحي والانجولي جيرالدو عشان يقيدهم في قائمه الفريق المحليه، وبعد توفيق اختيارات رسميه لهدرسفيلد تاون عشان يبعت بطاقه رمضان صبحي، ونفس برضو الموضوع بالنسبه لجيرالدو من فريق اول اغسطس الانجولي. كثفت إدارة التعاقدات من مجهودها عشان تضم حمدي فتحي لاعب وسط أنفي واللي تمسك بضمه طبعا للقلعة الحمراء، ورفع النادي الأهلي عرضه ل 20 مليون جنيه بالإضافة لثلاث لعيبة إعارة، وهيتم الإعلان من الجانبين أنفي والنادي الأهلي قبل نهاية الأسبوع ده انضمام حمدي فتحي بشكل رسمي للنادي الأهلي. كمان أشاد المدير الفني الجديد الأوروجواني مارتين لاسارتي